حركة البي دي اس التي تأسست في عام 2005. نشاط اليوم هو عبارة عن نهار كامل لإحياء المقاطعة. النشاط هو طلابي يتم تنفيذه في جامعة القدس المفتوحة، بتكون من ثلاث مراحل. هو عبارة عن معرض رسم برسومات من طلاب في المدخل، لما دخلتوا أكيد شفتوه. الجزء الثاني هي مناظرة طلابية عن مقولة تعتقد هذا المجلس إنه حملات المقاطعة هبات شعبية. بالمناظرة في عنا فريقين، حكومة وفريق معارضة، يعني مؤيد وفريق معارض. المناظرة رح تروح باتجاه الحكومة، شو توجهها الحكومة المؤيدة للمقولة ومش الحكومة الفلسطينية. هون بيمثلوا وجهات نظر المتبنين فكرة المقاطعة إنها هبات شعبية أو مش هبات شعبية. بالتالي رح يصير الحوار بينهم بالتكافؤ، كل متحدث له 7 دقائق. بعد هيك رح يكون في لقاء مفتوح مع بي دي أس. في عنا ممثل البي دي أس هو محمود نواجع، رح يعمل لقاء عن بي دي أس العالمية وكيف قاعدة بتتحرك، شو توجهها وشو النظام، وتعليقه كمان على المناظرة. بعد هيك في كمان حوار مع عبد الكريم دلبح، هو ممثل للجنة المقاطعة المحلية في طول كرم، عشان نشوف إنجازات الحملة بطول كرم وين تحركاتهم وشو إنجازاتهم.